رتب المخرجين اللي اشتغلت وياهم من الأفضل إلى الأسوأ. شو بقى كلوة؟ عماد عبد الهادي، جلال كامل، نبيل يوسف. شو بقى أكل؟ بقى عندك قرودي يعني جراد ما يصير تكرره. ما يصير تكرره؟ إيه عندك ليمون. سامحني يا قرد. سامحني يا قرد. شو هذا؟ إيه مو بس مو هي غير شويتك ساد لأن أنت تذوق هيك شيء. شو ترى بلحن كلهن؟ غير أقوم أقمز. هسه أبوه شو ليش هيك؟ هذا كلينس. والله يعني هربت من الأسئلة بطريقة ذكية. يا أذي نفسي ولا أذي مشاعر أحد.